في توجيهات القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تم اليوم إطلاق سراح 37 معسرا من سجناء السجن الحربي بالعاصمة صنعاء، وذلك بتقديم المبالغ التي كانت على السجناء والبالغة أكثر من 95 مليون ريال. المعسر الأول صدام علي محمد الحبيشي، ألف مبروك. ليس نداء لاستلام معونة إغاثية ولا أجر لعمل ما، إنه نداء الحرية القابعة خلف صمت الزنازن لسنوات تخترق صراخاتها زحمة المساجين، معلنة ولادة مسجون من رحم المعاناة. والله شعور اليوم هذه كأن احنا ولدنا من جديد، والفرح لأسرنا أعظم من احنا. لي أدورها من أول ما احتبست من قبل 2009. أكثر من 37 سجينا من منتسبي القوات المسلحة قبعوا خلف قضبان السجن الحربي على ذمة قضايا أدت إلى أحكام تصل بعضها إلى عشرات الملايين من الريالات. تكفل القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بدفع أكثر من 95 مليون ريال لإطلاق سراحهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أشكر القائد المسيرة السيد عبد الملك الحوثي، واشكر زكريا الشامي، واشكر كل من سعى في قضيتنا. 5 سنوات واحنا هنا مزروقين، والله ما حد تحاكم مننا ولا حد حاكم المعسكر قسما بالله. ونشكر السيد عبد الملك الحوثي ومدير السجن ومن كل من ساعد في هذا الخروج. كانوا محبوسين على ذمه الحقوق المدنيه من ديات وقروش وغيرها، حيث تم التخاطب مع الجهات المعنيه في قياده وزاره الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الجانب، وتم تحويل من القيادة المبالغ المقررة قانونا المحكوم بها من بند الديات والقروش من خزينة الدولة. هذه الدفعة ليست إلا جزء من دفع سبقت، فقد خرج أكثر يعني قرابة 280 سجين مظلوم. والله الحمد لله، يعني بعد اهتمام السيد وتوجيهاته وتوجيهات الفندم زكريا الشامي نائب الأركان إلى القضاء وتفعيل قضاياهم يعني حل قضاياهم بسرعه وتواصلهم بالمشايخ قاده المعسكرات، كل شيخ وكل قائد حل مشكله فرده، وكل من حلت قضيته على وزاره الدفاع تسلم الديه ويتم اطلاقه ان شاء الله. هذه بادره جيده وخطوه لمسناها، مما يدل على ان السيد حفظه الله وكادره كاملا على اهتمام بالغ بصغائر الامور وكبارها. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الوعي والحس الجيد لدى هذه القيادة التي نأمل منها خيرا. فرحة الحرية كان أثرها كبير في نفوس المعسرين الذين أعلنوها جهادا ضد العدوان وانطلاقة نحو جبهات الصمود والعزة دفاعا عن الوطن والذود عن كرامته. وأنا أقول لسلمان هيهات من الذلة، لم نخضع إلا لله سبحانه وتعالى، لم بعد ما دمرت مدارسنا ودمر شعبنا لم نخضع الا لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله سوف نقدم له للجبهات، لم نتراجع ان شاء الله، الان نتحرك من هنا ولا الجبهات دفاعا عن بلادنا وعن ارضنا وعن كرامتنا ان شاء الله الجبهات، لان احنا في القوات المسلحه وان احنا هذا واجبنا الوطني، وان احنا اقسمنا اليمين ان احنا ندافع عن هذا الوطن في دمائنا وفي أرواحنا وفي ما نملك. سنسير إلى الجبهات إن شاء الله، ولن سنسير على درب الشهداء ما ظن. أفرج عن البعض كدفعة من عشرات الدفع، وآخرون ما زالوا ينتظرون الفرج، ونظرة تضمد جرح بعض هؤلاء بمكرمة أخرى ستجعل من كربهم سعادة غامرة تؤول بصاحبها إلى رياض جنة الخلد. يتقاتل عبر الغلط وأشتي أخري مثل الذي خرجوا زملائي، ونشتي يتابعونا مثل ما يتابعوا ذولاك خريجونا لا ينسونا، ونشكر الذين يسعون بإخراجنا بعملة عن المحابس. عشرات المساجين تم إطلاق سراحهم بتوجيهات من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى وزارة الدفاع ممثلة برئاسة هيئة الأركان وإدارة السجن الحربي والقلعة، فيما ينتظر الآخرون أن تكون لهم فرحة كزملائهم.